مع أمير توفيق أمس قبل السفر إلى جنوب أفريقيا للحصول على أجازة لمدة 8 أيام. بتس موسيماني خلال هذه الجلسة حسم بعض الملفات المهمة مع أمير توفيق، وهو ما استدعى ظهور أمير توفيق ليلا مع الإعلامي الشاب الموهوب الأستاذ إبراهيم فايق، وتحدث معه في بعض الأمور وفي بعض وألمح لبعض الأمور يعني فيما يخص صفقات نادي النادي الأهلي في الانتقالات الصيفية المقبلة. أول ما تم الاتفاق عليه بين بيتسو موسيماني وأمير توفيق قبل سفر بيتسو موسيماني إلى جنوب أفريقيا فيما يخص صفقات واحتياجات النادي الأهلي في الانتقالات الصيفية المقبلة، هي أنه طلب بيتسو موسيماني عمل واحدة من المفاجآت المدوية ما كانش حد متوقعها حتى أمير توفيق. طلب بيتسو موسيماني من أمير توفيق عدم حسم صفقة أشرف بن شرقي حاليا، وأكد له أنه يرغب في الحصول على محمد أبو جبل فيما في حراسة المرمى، لكنه لا يرغب في حسم صفقة أشرف بن شرقي. قال له أن محمد أبو جبل حارس مهم، حارس تاني في منتخب مصر، يمكن أن هو يلعب مع محمد الشناوي بأي حال من الأحوال، يقدر يبقى في صيغة بينهم. أحتاج إلى حارس من العيار الثقيل في إمكانيات وقدرات محمد أبو جبل للعب للنادي الأهلي، لكن فيما يخص أشرف بن شرق اصبر عليا شوية لأن الأجانب عندي 5. همشي مين؟ لو مشيت بدري بنون لأي سبب هجيب مدافع، همشي ميكاسوني أو ديانج، لو ديانج مشي هحتاج لعيب في خط الوسط، لو ميكاسوني مشي ممكن يبقى أشرف بن شرقي، فنصبر ونتمهل في صفقة أشرف بن شرقي، خاصة وأن أشرف بن شرقي يعني مستواه في هذه الأيام وفي تلك الأونة متراجع للغاية، وأشرف بن شرقي ما جاش هذا الموسم. فبالتالي بيتسو موسيماني كان منطقيا وكان عقلانيا، وحينما أكد أن فيما يخص أشرف بن شرقي لا ما نحسموش دلوقتي، لكن محمد أبو جبل هيا بنا نحسم هذه الصفقة. ده كلام مهم، كلام اللي قاله أمير توفيق على الهوى. بعض الناس يقول لك ايه ده كلام الحقيقي، الأهلي لا يفاوض. الأهلي يا ابني بيفاوض وبيقعد وكل حاجة، وما اللي يقول لك انه ما بيفاوضش يبقى احنا بنهزر، يبقى احنا بنهزر يا بيه. لكن بيتفاوض وبيعمل كل حاجة. ليه بقى؟ لأنه في فترة السماح وليس في فترة يعني مش متعاقد. لا هو اللعيب خلص، وقالها أمير توفيق حتى امبارح في وسط الكلام، قال لك لا ده يعني من حق أي حد يفاوض أبو جبل ويفاوض بن شرقي ويفاوض أي لاعب في الزمالك، لأنه في فترة الحماية دلوقتي، يلعب لأي نادي ويوقع لأي نادي ويتفاوض مع أي نادي منذ يناير الماضي. وبالتالي فيما يخص أشرف بن شرقي تحفظ مستر بيتسو موسيماني على إنهاء هذه الصفقة في تلك الأوان، لكن قال له على أبو جبل، قال له خلص أبو جبل يا بيه، يا باشا خلص أبو جبل، أبو جبل ده اللي عليه العين بتدور، ماشي هات لنا أبو جبل، أنا ما عنديش مشكلة مع أبو جبل، أبو جبل هيبقى هيدعمنا وهيساندنا وهيخلي الدنيا زي الفل، لكن فيما يخص أشرف تمهل شوية. طب محمد أبو جبل إيه موقفه؟ محمد أبو جبل لعيب في نادي الزمالك، دخل في مفاوضات مع المسؤولين في النادي الأهلي من خلال شقيقه مصطفى أبو جبل ووكيله في نفس الوقت، ولم يتم حسم التعاقد. لكن بيتسو موسيماني في القعدة اللي قبل السفر مع أمير توفيق، واللي بناء عليها طلع أمير توفيق على مع إبراهيم فايق، اتفقوا على كل الأمور. ففيما يخص انا بكلمك بكل امان، والله انا جايب لك كل الصفقات بكل امان، فيما يخص اشرف بن شرقي قال له اجل شويه، فيما يخص محمد ابو جبل قال له احسم يا بيه وتوكل على الله، توكل على الله في محمد ابو جبل، الاهلي يحتاج الى حارس مرمى وما عندناش مشكله في محمد ابو جبل. طيب دول صفقتين همك من ضمن الصفقات نجوم نادي الزمالك. طب في نجوم نادي الزمالك كسر، اشمعنى الناس بتتكلم في دول؟ الناس بتتكلم في دول لان دول احتياجات النادي الاهلي، الاهلي عاوز حد في الهاف ليفت وعاوز حد في حراسه المرمى، فبالتالي الاهلي مركز مع هذا الثنائي، مركز مع قال ابو جبل خلاص خلص فابو جبل عنده، لكن اشرف بن شرقي ما عملش حاجه الا اذا كانوا بقى بيحسبوا له انه ضيع فرص كانت تجيب للزمالك كاس العالم لكره القدم، ده موضوع تاني خالص وفقا للمعلق الفخاشخوني اللي بيقول لك يعني الزمالك اهدر فرص كانت تخليه بطل المجموعه. طيب اهدار الفرص ده، اهدار الفرص ده مش خطا؟ يعني لما الاهلي عمله
مش قلنا ان ده خطا وقلنا ان عنده عيب اهدار الفرص السهله؟ عمل ايه بيتسو موسيماني؟ قعد يركز في التدريبات عشان يعالج هذه الجزئيه. فبالتالي ال 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 النادي الزمالك خرج مودعا دوري ابطال افريقيا، وزي ما قال الكابتن اظن مين، خالد الغندور ولا مين ولا جلال حميد، قال لك ان احنا على طول بنودع بالمناسبه. بس يعني عشان عامل احصائيه كده على الزمالك في دوري ابطال افريقيا بقى 20 سنه من 2003. في 2003 خرج من دور ال 16 قدام سيمبا، 2004 خرج من دور ال 32 امام الجيش الرواندي، 2005 خرج من دور نصف النهائي امام النادي الاهلي لما كان فاروق جعفر ماسك الزمالك، 2006 ما شاركش في البطوله لانه كان الموسم اللي قبليه سادس الدوري، 2007 خرج من دور ال 32 امام الهلال السوداني، 2008 خرج من دور المجموعات، 2007 خرج من دور ال 32 امام الهلال قلنا، من 2008 من دور المجموعات، 2009 ما شاركش في البطوله لانه كان ثالث الدوري، 2010 ما شاركش لانه كان سادس الدوري، 2011 خرج من دور ال 32 امام الافريقي التونسي، 2012 خرج من دور المجموعات، 13 من دور المجموعات، 14 من دور المجموعات، 2015 ما شاركش، 16 خسر في النهائي امام صن داونز وكانت مباراه رائعه جدا 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 لنادي الزمالك وجمهور الزمالك العظيم اللي احتشد في الاستاد برج العرب وكان معاهم مؤمن سليمان وكانت بطوله في المتناول في المتناول. 2016 خسر قدام صن داونز زي ما قلنا، 17 خسر من دور المجموعات، 18 لم يشارك في البطوله كان ثالث الدوري، 19 لم يشارك في البطوله كان رابع الدوري، 20 خسر المباراه النهائيه اللي هي المعروفه لدى جمهور كره القدم بالقاضيه ممكن ماشي، 21 خرج من دور المجموعات من الترجي، 22 خرج دلوقتي من الوداد وبترو اتلتيكو وكده. بقول ده عشان بعض جمهور الزمالك الغالي على قلبي بيقول لي يا انكل انت بتقول الزمالك مش احسن نادي في افريقيا. طب ما هو مش احسن نادي في افريقيا، انا اقدر وانا ده 20 سنه ما قربش من البطوله، مرتين وصل النهائي، مره صن داونز ومره الاهلي، ففي 20 سنه. طب يبقى ينفع بقى نكذب على الهوا ونقول الاهلي احسن نادي والزمالك احسن نادي في افريقيا؟ يبقى احنا بنهزر وبنهرج وبنكذب على الناس اللي بتتابعنا والناس اللي بتصدقنا واصدقائنا في جميع انحاء العالم، ما ينفعش. فانا بقول حق ربنا، انا ما بعرفش اكذب يا جماعه ولا بعرف اجمل الصوره، لا بعرف اكذب ولا بعرف اجمل الصوره. واذا كان في يعني حد بيكذب على جمهور الزمالك وجمهور الزمالك بيستسيغ او فئه من جمهور الزمالك بتستسيغ هذا الكذب، هي حره في نفسها. لكن بص لي اليوتيوبرز الزملكاويه، ده انا شايف فيديو لناس زملكاويه اكتر من يوتيوبر الزملكاوي، كانوا زمان بيشتمونا دلوقتي بيشتموا في لعبته. ليه؟ لان دي مش اداء، دي مش نتائج، بيشتموا في عدم الاستقرار الاداري، بيشتموا في ان فيه لعيبه انت احبطتها وفرمتها قبل ما تلعب المباريات. فالكلام ده يعني ما ينفعش نهزر. فلما باجي اقول لك على صفقات بقول لك معلومه مهمه، بقول لك اشرف بن شرقي ومحمد ابو جبل الاثنين في مفاوضات بينه وبين المسؤولين في النادي الاهلي، وامير قعد مع اشرف بن شرقي في التجمع، ولما انكل ابو المعاطي اسطوره اليوتيوب يقول قعد يبقى قعد، محدش يراجع وراي، محدش يراجع، قعد يبقى قعد، بقول لك قعد في التجمع، مش عايز اقول لك فيله مين ماشي، قعدوا دلوقتي امبارح القعده قبل ما الراجل يسافر موسيماني قال لا مش عاوز اشرف بن شرقي، لكن ابو جبل خلص فيه يا باشا، احنا عايزين ابو جبل يا باشا. لايك وشير وصلي على سيدنا النبي الزين، وادعي لنفسك والوالدين والغير. ايوه يا بدعي لنفسك والوالدين والغير، بكره عيد الام يا ابني، بكره عيد الام، كل واحد كده يبوس ايد الحاجه، يبوس رجليها، يبوس راسها على تعبها معاه، ورحمه الله على امي وامهاتكم اجمعين اللي ام متوفيه واللي ام عايشه، ربنا يبارك له فيها ويمتعها بالف صحه وعافيه ويحفظها بحق جاه سيدنا النبي. طيب ابو جبل مكان مين؟ مكان اي حد، هيقعد الشناوي اي حد، او الشناوي هيمشي وهو موجود، اي حد هيطلع اعاره، ايه القضيه يعني؟ ما فيهاش مشكله يا ابو جبل، مكان مين ده مش قضيه.